لنا اكيد بيبقى نفسنا ان ربنا سبحانه وتعالى يقبل دعانا وبنجتهد في ده، ولكن في ثلاثة لا ترد دعوته، مين هم؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. قبل ما نقول الثلاثة، احنا هنقول لو جمعنا بين الروايات هم خمسة. 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 ولكن هو الدعاء هو مستروح المضطرين ومغاث المغيثين. الإنسان عندما يعلم عند نزول الحاجة به أن له ربا ترفع الأيدي إليه ولا يردها صفرا خالية بيستريح. طبعا. ذلك سيدنا سهل بن سعد يقول لما خلق الله الخلق قال ناجوني فإن لم تفعلوا فانظروا إلي، فإن لم تفعلوا فاسمعوا مني، فإن لم تفعلوا فقفوا على بابي، فإن لم تفعلوا فأنزلوا بي حوائجكم. العبد لابد أن يكون همه من الدعاء العبادة والذلة والانكسار. مش همه من الدعاء إن ربنا يجيب ما يريد، لا، لعل ما تريد يتأخر ولكن يكفيك، أو ما يكونش في صالحك، أو ما يكونش في دي من الحكم اللي ممكن هنقول هو ليه ربنا ما بيستجيبش بعض الأدعية اللي الناس بتدعيها، بيفضل كده واقف. مش الخير اللي نعم اللي ربنا يعني شايفه. نعم. ليك بالضبط. فلابد للإنسان أن وهو ينزل حاجته بربه أن يعلم أن الله أولا يريد من العبد أن يتذلل إليه، لأن التذلل هو العبادة، فيه نوع من العبادة، وما يكونش همه هو الإجابة. لذلك يكفي أن الله أجرى على لسانك الدعاء. الدعاء ده إذن من الله، لأنك أنت وأنت تدعو أنت تذكر الله سبحانه وتعالى، أنت تقول يا رب، أنت تدعو ربك بأسمائه بصفاته. إذا عندما يأذن الله عز وجل للعبد بالدعاء هذا أول عطاء، تحقق ما تريد أو لم يتحقق، مش لازم. والعبد يحتاج إلى الدعاء في لحظة الابتلاء وفي لحظة الاغتناء. طبعا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا عدم لجوء اللي هو مش محتاج، الذي رأى من نفسه عافية، رأى من نفسه مالا، رأى من نفسه جاها، رأى من نفسه قوة، يظن أنه ليس في حاجة، لابد الله يدعى في حالة الابتلاء وفي حالة الاغتناء. ولا تظهر أبدا أنك في غنى عنه، ما تعملش شجاع على ربنا، ما ينفعش.